ازاي حضراتكم وازاي اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا حلوين وبخير وزي الفل. انا بس بجهز شويه حاجات عشان نشتغل، لان الحلقه بتاعتنا النهارده فيها شويه شغل كتير قوي، وهنعمل فيها وصفه حلوه قوي قوي. عارفين احنا عندنا هنا في مصر اكتر حاجه تقريبا شغاله هي الطعميه. احنا لو تعصرنا كده ننزل اقراص طعميه بسمسم وكزبره وحاجات زي كده. في انجلترا في وصفه تاني اسمها الفيشن شيبس، او الشيبس اللي هو البطاطس يعني. الوصفه دي مشهوره جدا جدا في انجلترا. احنا هنعملها النهارده باكتر بطريقتين، هقول لكم على الطريقه الاوريجينال بتاعتها وعلى الطريقه الثانيه اللي احنا هنعملها بيها، وكمان هنعمل البطاطس النهارده بطريقه حلوه قوي. هم هناك الطريقه بتاعتهم بسيطه الى ابعد الحدود فوق ما تتخيلوا، مش صعبه خالص ولا فيها اي شغل كتير ولا تعب ولا الكلام ده كله خالص. احنا هنعملها النهارده، بس انا هعمل حاجه تمشي معانا في المطبخ الشرقي بتاعنا، حاجه اورينتال شويه نقدر ان احنا نشغل بيها اكتر من سمك يعني، او اكتر من نوع سمك. تعالوا مع بعض في الاول. انا عندي هنا ميه مغليه مجهزها، وعندنا هنا زيت سخن على النار، وهنبدا دلوقتي نشوف موضوع السمك بتاعنا. التتبيله بتاعت السمك اللي احنا هنعملها مع بعض ونحتفظ بيها في برطمان، ونسيب البرطمان ده عندنا في الثلاجه نقدر ان احنا نطلعه في اي وقت ونتبل بيه شويه سمك فيليه ونقليها في الزيت على طول. تعالوا نشوف هي عباره عن ايه بالظبط. عندنا توم، زعتر فريش، زعتر قليل مش كتير، وشبت برضو قليل مش كتير، وليمون مبشور، بشر ليمون يعني، نص معلقة صغيرة جنزبيل بودرة، ومعلقة صغيرة توم بودرة، معلقة صغيرة بصل بودرة، وكزبرة جافة، نص معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة كركم، نص معلقة صغيرة كمون، ومعلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود. دي التتبيله بتاعتنا اللي احنا هنعملها مع بعض وهنركنها عندنا في برطمان، نحتاجها في اي وقت نستخدمها للسمك، نطلع ونرش على السمك بتاعنا ونظبط الموضوع بيها. تمام، هجيب عندي بلانشه هنا في الاول علشان ابدا افرم الشبت والثوم بتاعنا. تمام، هاخد 3 فصوص ثوم مثلا اهم وليكن، وهاخد حبه شبت زي دول. الشبت بيبقى حلو جدا جدا في السمك. تمام، طيب اثناء ما انا بشتغل هقول لكم على اللي بيحصل في السمك بره مصر. السمك بره مصر عامه اللي هو في انجلترا اللي بيعملوه اللي هو الفيشن شيبس، بيعملوا نوع سمكه طبعا مختلف عن اللي عندنا خالص، وبيكون السمك فريش. فالحياء اللي بياخده السمك هو عباره عن ملح وفلفل اسود بس، مش بياخد اي تتبيله تاني خالص، ملح وفلفل اسود فقط لا غير، لان السمكه بتبقى نظيفه وفي نفس الوقت حلوه وطازه وما فيهاش اي روايح ولا اي حاجه زي كده من قصه التجميل والتبريد والحاجات دي كلها، فدي بتعمل فرق كبير جدا في الجوده بتاعه السمكه نفسها. طيب ادي هنا عندي الحاجات اللي انا عملت فيها ايه، فرمتها تمام كده اهو. هجيب عندي هنا بوله صغيره عشان اقلب فيها التتبيله بتاعتنا، احط في البوله الخليط بتاع ده اللي هو الثوم والشبت، وهاخد بعد كده الحاجات بتاعتي اللي انا عايزها كلها، سنه كركم خفيفه وسنه بابريكا خفيفه، كزبره ناشفه، وهاخد حبه زعتر. لو مفيش زعتر فريش مفيش مشكله خالص، نقدر ببساطه شديده جدا نحط زعتر ناشف عادي جدا. وهاخد البصل والثوم بتوعنا اهو، وهاخد الكمون، ما تزودوش كمون تمام علشان ما تقلبش معانا حاجه كانها شرقيه زياده. هاخد كمان عندي هنا الملح، احنا قلنا معلقه كبيره تعادل 3 معالق صغيرين، وهاخد هنا فلفل اسود بتاعنا كده. عندي دي جاهزه
وزي الفل وعظمة على عظمة. تمام، بالمعلقة اللي عندي هبدأ أقلب كل التوابل دي أهي. عايزين دلوقتي بشر الليمون، ادي المبشرة بتاعتنا يا جماعة اهي. هاخد شوية بشر ليمون، خشنين مش مشكلة، ناعمين برضو مش مشكلة، هي هتفوح لي بعضها لما اجي اشتغل بيها. كده كده الزيست بتاع الليمون ده هيفوح لي التتبيلة كلها تفويحة جامدة جدا. انا ضد الليمون في السمك المقلي، عشان بس تبقوا حضراتكم عارفين السمك المقلي مش بتاع ليمون معصور عليه، الا اذا لو عصرنا ليمونه وخلاص والموضوع انتهى مفيش مشكله خالص، لكن ان انا اعصر ليمون على السمك المقلي ده مش حاجه مظبوطه. طبعا بالنسبه لكم هتبقى المعلومه دي غريبه شويه، الليمون مش بيختلط مع السمك، فخدوا بالكم من الموضوع ده. وفي نقطه تانية كمان انا سمعتها قبل كده في على السوشيال ميديا، حد كان عامل حاجه بيقول ان احنا ممكن لما نلاقي ريحه السمك فحفحت في البيت وعملت مشكله كبيره، ببساطة شديدة جدا نعمل ايه؟ نحط شرايح ليمون في الزيت، زيت القلي. مش هتلاقوا ريحة سمك، أنا من وجهة نظري احتمال ما تلاقوش البيت، لأنه شرايح الليمون لما بتحط في الزيت هتعمل طرطشة، فالطرطشة هتعمل رذاذ زيت خفيف، فالزيت لو راح للنار هيعمل ولعة، فهيولع في الزيت والطاسة، وربنا يستر على اللي موجودين في البيت، فدي طبعًا معلومة غلط جدًا، وأنصحكم بلاش تجربوها، وفي ناس ممكن أصلًا تقول لي لا إحنا عملناها قبل كده وجربناها وطلعت كويسة ومظبوطة، يعني أنا أستبعد الموضوع ده بصراحة لأنه احتمال كبير يكون فيه مشكلة. طيب أرجع تاني لموضوع السمك، أنا كده خلصت التتبيلة بتاعتي، هاخد السمك اللي عندي أهو. السمك بره مصر لما بيعملوه بيتعمل السمكة بالشكل اللي أنتوا هتشوفوه ده دلوقتي على طول، السمكة بتتعمل أهي. بالحجم ده. أهي ياسمين. الأحجام دي ويمكن أكبر من كده كمان مفيش مشكلة خالص. إحنا مش هنعملها بالحجم ده دلوقتي، هنصغر الحجم شوية عشان تشوفوها. لو عايزين تعملوا بالحجم ده مفيش مشاكل، عايزين تعملوا بحجم تاني أصغر برضو مفيش مشكلة، أو أكبر زي ما أنتوا عايزين. أهو إحنا هنعملها بالحجم ده. تمام؟ آدي السمك بتاعنا. السمك الفيليه لو أنتوا هتشتروه سمك فيليه مجمد من فضلكم اشتروه الابيض، الابيض بيبقى اطعم بكتير جدا وانضف بكتير، ولو هو مجمد هتسيبوه يفك تماما لغايه ما الميه اللي فيه تنزل تماما وتصفوه كويس قوي من الميه، عشان لما نحط له التتبيله يشرب التتبيله كويس ويطلع معانا مظبوط وتمام. اهو خلاويص، ادي السمك بتاعنا. طيب هبدا دلوقتي اخد التتبيله بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها، تتبيلتي الجميله دي اهي، هتحتفظوا بيها في الثلاجه في برطمان، هتفضل معاكم وقت طويل جدا، ريحتها حلوه جدا ومفحفحه قوي. هاخد منها شويه اهم على السمك في حدود معلقتين او ثلاث معالق كبار، وهقلب السمك ده كله بايدي. انا هغسل ايدي بعد ما اخلص مباشره علشان مش هينفع اطلاقا ان احنا نشتغل بالشكل ده. طيب ده السمك بتاعنا بالشكل اللي انتم شايفينه اهو، ادي السمك وادي لون السمك بعد ما بعد ما تتبل بالتتبيله بتاعتنا. نسيبه في التتبيله دي نص ساعه، ساعه زمن، خلوه يتشرب شويه في التتبيله عشان يبقى طعمه حلو والتتبيله تتغلغل فيه. بعد ما اغسل ايدي هرجع لكم علشان نشوف السمك هنعمل فيه بالظبط، ونبدا ان احنا نشغله مع بعضينا ونبدا نشوف الطريقه بتاعته في التسويه، خليكم معايا. تعالوا بقى مع بعضينا نشوف احنا هنغلف السمك بتاعنا ازاي، وبرضو عايز اقول لكم على الطريقه اللي بيغلف بيها الاوريجينال بتاعته بالظبط، واحنا ممكن نغلفه بانهي طريقه. انا هجيب عندي هنا بوله، تمام، وهاخد فيها معلقتين نشا او معلقه نشا كبيره اللي هي زي دي كده، وهاخد فيها حبه من هذا الدقيق، كوبايه دقيق مثلا زي دي اهي خلويص، وهاخد على الدقيق ده هاخد حبه من التتبيله بتاعتنا اللي احنا عملناها، حاجه بسيطه خالص كده. طيب وهاخد حبه من النشا هنا برضو اهي، معلقه او معلقتين ونص، وهاخد حبه دقيق اهم، وبرضو حبه من التتبيله. التتبيله دي بتنفع في الاثنين، ان احنا نغلف بيها وكمان ان احنا نتبل بيها السمك بتاعنا. انا هحتاج البس جلوفزات علشان بس
ما نقعدش بقى نغسل ايدينا ونقف والحاجات دي كلها، فخلينا نلبس جلوفزات في الوقت ده علشان ايدينا ما تتبهدلش. طيب النقطة الأولى عايز أقول لكم على حاجة بتتعمل في محلات السمك نفسها. محلات السمك نفسها بيبدأوا إن هم ياخدوا السمك يحطوه في السمك ويسموا المرحلة دي التعريق. إيه هو التعريق؟ إن أنا بخلي السمك يقعد في الدقيق شوية فيحصل له عملية تعريق، والتعريق ده بيخلي الدقيق يمسك على السمك. تمام كده؟ ودي نقطة مهمة جدا جدا في موضوع السمك بتاعنا. بتنفع قوي في الجمبري لما نيجي نعمله، وان شاء الله اعمل لكم حلقه عن الجمبري واتكلم فيها الموضوع ده باستفاضه. هقلب بس الحاجات دي مع بعض اهي، وهنيجي واخدين هنا حبه سمك من دول اهو، ونسيبهم في الدقيق بتاعنا، او نقلب كل القصه دي مع بعضها في الدقيق اهو هنا، وهقلب كل ده بالشكل اللي انتم شايفينه. دي الطريقه بتاعت التعريق بتاعتنا اللي احنا عايزين نعرق بيها السمك بتاعنا اهو. قلبتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا بعد كده اعمل فيها ايه؟ اسيبها في الدقيق 5 دقائق ولا 10 دقائق لغايه ما تبدا تتعرق. التعريق اللي هو بيخلي السمك يتنفس وفي نفس الوقت بيربي طبقه فوقيه من الدقيق نفسه، ودي طريقه كويسه جدا جدا. طيب هقلب على الناحيه الثانيه اهو، على الدقيق الناحيه الثانيه. نشيل بس دي على جنب عشان اعرف اشتغل. نشيل ده كمان هنا. الدقيق الناحيه الثانيه اهو زي ما انتوا شايفين. واجيب هنا عندي الدورق ده وهنزل بميه، ونجيب الويسك الصغير ده، وهنعمل حاجه زي عجينه. العجينه دي بيسموها في محلات السمك تلحيسه، هما بيسموها كده عشان بس ما حدش ايه يقعد يتكلم كتير، اسمها تلحيسه، بيسموها كده تلحيسه في محلات السمك. ماشي لغاية ما تبدأ تخف معايا كأنها عجينة كريب بالظبط، ده اللي احنا عايزينه. طيب الاوريجينال ديزاين بتاعها في انجلترا بيتعمل بالطريقة دي. دي اسمها الباتر او العجينة اللي بيتقلب فيها السمك. خفت معايا سيكا، هديها حبة دقيق خفيفة بس اهي، تقعد بقى تخف معانا نديها دقيق، تتقل معانا نديها مية، وهكذا لغاية ما وقت الحلقة يضيع وما نعملش سمك. ايوه هو ده. طيب ادي كده الباتر بتاعتنا او التلحيسه بتاعتنا اتعملت وجاهزه. هاجي اعمل حاجه تانية بسيطه خالص، وهي ان انا هاجي واخد حته سمك من دي بعد ما اتحط في الدي مباشره، مش لازم في الحاله دي بقى، مش لازم ان انا اعمل في السمك ايه، مش لازم احطه في الدي وقت طويل. طيب هاخد دي اهي هحطها، دي طريقه من الطرق، هاجي واخدها هنا في التلحيسه بتاعتنا او الدي بتاعنا او العجينه بتاعت الدي دي، وانزل بيها على طول فين؟ في زيت سخن اهو زي ما انتم شايفين كده. واحده كمان اهي، هنقلي كل ده مع بعضينا بالشكل ده اهي. خلاص دي الفكره اللي بيتقلي بيها السمك بره. طيب عايز اقول نقطه مهمه جدا. النقطة المهمة في الموضوع ان احنا لازم نخلي الدقيق، نخلي السمك عليه دقيق من فوق علشان السمك يبدأ معانا يحتفظ بالتلحيسة اللي فوق دي او عجينة الدقيق اللي احنا عملناها فوق دي، علشان ما تطلعش او ما تتجرحش من السمك بسهولة. ودي مهمة قوي في موضوع ان احنا نعمل الشغل ده. ده شغل المطاعم اللي بيتعمل بالظبط اهو. هنسيب ده يستوي، وعلامة السمك يستوي. تعالوا اقول لكم على شوية حاجات تانية حلوة جدا في موضوع السمك ده. احط دي كمان اهي، ونخلع جلافز، وتعالوا اوريكم طريقة تانية حلوة لو انتم مش عايزين تعملوا موضوع العجينة. ايه اللي احنا هنعمله؟ تعالوا اوريكم حالا دلوقتي. ادي عندي هنا السمك بتاعنا، اخدناه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، حطيناه في الدي، دي اول مرحلة، دي طريقة تانية للسمك. حطيته في الدقيق، وبعد كده هبدا اجيب طبق زي ده كده اهو، وهاخد السمك بتاعي بره الدقيق بعد ما اتحط في الدقيق اول مره، وهجيب عندي ميه بتلج تمام، وفي نفس بولت الدقيق هطلع دي هحطها في الميه بتلج ياسمين او ميه عاديه مش مشكله خالص، واخدها تاني على الدقيق مره كمان اهي، هاخد هنا في الميه الساقعه وهنزلها تاني على الدقيق مره كمان هنا وعلى الدقيق. المرحلة اللي بعد كده هبدأ بصوابعي أقلبها كده أهو، كأني بعمل فرايد تشيكن أهو. تمام الكلام أهو.
وهفضل اقلب فيها شويه ورا وشويه لقدام. التقليب بيكون بصوابعي ورا شويه وقدام شويه علشان تعمل معانا ال ال الكريسب اللي هو بيكون على طبقه السمك او طبقه الفرايد تشيكن اللي هي الفراخ المقليه، وتديني الطبقه اللي انا هوريها لكم دلوقتي حالا دلوقتي اهي. دي طريقة تانية اهي يا ياسمين، بصي اهو شايفين التجزيعات دي هتنزل معانا في الدقيق، هتبقى في الزيت هتبقى حلوة قوي. اروح دلوقتي للزيت بتاعنا ونعلي النار تمام. وفي الحالة دي انا احتاج لمعلقة خشب علشان اقلب بيها. ليه احتاج معلقة خشب؟ علشان مش عايز اجرح الحاجات اللي احنا عملناها. طبعا هي الطاسه صغيره سيكه، فالسمك لزق في بعضيه، ودي مش مشكله ما تقلقوش، هيتشال من بعضيه بسهوله قوي. ادي السمكمك بتاعنا اللي انتوا شايفينه، عظمه على عظمه اهو. على ما السمك بتاعنا يستوي انا هوريكم دلوقتي حاجه تانية مهمه جدا في البطاطس. كده احنا عرفنا السمك وعرفنا كمان اكتر من طريقه لتتبيل السمك او للتغليف بتاعه. تعالوا مع بعض نعمل شويه بطاطس حلوين جدا مع بعضينا، نقدر نحتفظ بيهم في الثلاجه في الفريزر بتاعنا تقريبا 6 شهور لو انتوا عايزين، كانكم شارينه من بره، احسن من اي بطاطس كلتوها في الدنيا. وهتحداكم لو انتوا عملتوا الطريقه دي هتشوفوا البطاطس عامله ازاي وطعمها حلو ازاي. لا لسه هنشتغل بيها. الاستاذه المخرجه بتسالنا الميه دي مش عايزينها، الميه دي اه دي مش عايزينها دلوقتي، بس مش مشكله ممكن نخليها زي ما هي لغايه بس ما نخلص. طيب هجيب بطاطسايه، بس اتاكدوا انها بطاطس تحمير وده مهم جدا. وبعد كده دي بقى قصتكم، انتوا عايزين تقطعوها براحتكم، عايزين انكم سوري تقطعوها بالظبط زي ما انا هقطع مفيش مشكله، عايزين تقطعوها باي طريقه تاني برده زي ما تحبوا مفيش مشكله خالص. انا هشيل الاطراف بتاعتها عشان اخد منها بس الشكل الحلو، لكن انتوا حرين تقدروا تاخدوا منها اللي انتوا عايزينه او تعملوا بيها الشكل اللي انتوا عايزينه، يعني قطعوها زي ما تحبوا. هبدا اخدها بالشكل ده اهو، عملت لها قاعده من تحت زي ما احنا كنا متفقين قبل كده، وهبدا ان انا اقطعها بالشكل ده. السكينه جميله. هبدا اخدها بعد كده صوابع مربعات اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا اوريدي مقطع منها شويه علشان نكمل الموضوع بتاعنا. خلاص اهي دي البطاطسايه بتاعتنا. ولا اجدعها بطاطس في اي حته يعني. اشوف السمك اقول لكم على معلومه مهمه جدا، لما تيجي تقلوا سمك او تقلوا فراخ او اي لحوم، لو الفراخ او اللحوم دي ساقعه الكفر اللي عليها هيفك، فخدوا بالكم من الموضوع ده. يعني في ناس بتقول احنا اوقات كتير جدا بنعمل الفراخ البانيه والحاجات دي كلها نلاقي الكفر فك من عليها. طيب المرحله الاولى اللي احنا عملناها، احنا عملنا البطاطس بتاعتنا بالشكل ده، هنيجي واخدينها في الميه المغليه هنا من غير لا ملح ولا اي حاجه خالص اهي. خلاص وهسيبها في المايه المغليه تاخد غلوه واحده بس، يعني المايه كده بردت لما احنا حطيناها، هسيبها تغلي تمام كده. بعد ما تغلي هطلعها بره تهدى من المايه اللي فيها، اصفيها بس من المايه، وبعد كده اجي انزلها على ايه؟ انزلها على زيت سخن، تاخد غلوه في الزيت السخن، لو احنا قدرنا نقول انها غلوه في الزيت السخن لمده دقيقه ولا حاجه زي كده، واجي مطلعها هسيبها تبرد تماما وتتهوى، واخزنها في الفريزر في اكياس، اكياس شبه كده اهو اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، تطلع من الفريزر زي ما هي على القلي او التحمير. هنحمرها دلوقتي مع بعضينا وهنشوف اخبارها ايه، لسه الكلام ده هنجيله دلوقتي، يخلص بس السمك ونجيله حال. على ما السمك بتاعنا يستوي ويتظبط هروق بس الدنيا بتاعتنا وهرجع للسمك بتاعنا نظبطه ونبدأ ان احنا نقدم الحاجات بتاعتنا مع بعضين. خليكم معايا.
طيب احنا دلوقتي طلعنا السمك اللي احنا عملناه اللي هو في التلحيسه اللي احنا قلنا ان اسمها تلحيسه في المطاعم، اتعمل بالشكل ده لونه فاتح زي ما انتم شايفين، عايزين تقرصوا عليه شويه في التسويه مفيش مشكله خالص براحتكم، هو لونه كده المفروض بيبقى فاتح وزي الفل زي ما انتم شايفين. التاني اللي احنا عملناه اللي هو اتقلب بصوابعنا برده زي ما انتم شايفين شكله هو عامل ازاي، تمام، وزي الفل 10 على 10. يفضل جدا ان احنا لما بنكون بنطلع اي حاجه فرايد مقليه بمعنى اصح نطلعها على شبكه عشان تتهوى وعلشان يفضل تفضل الطبقه اللي ماسكه فيها زي ما هي. لو جينا فتحنا واحده من دول من هنا اهو شايفين الطبقه بتاعت الدقيق ماسكه عليها اهي وزي الفل 10 على 10 كانها قطعه من السمكه نفسها، تمام، اهي السمك بتاعنا من جوه مستوي زي الفل و10 على 10 تمام كده. طيب احنا قلنا ان البطاطس بتاعتنا اللي احنا هنعملها احنا اول حاجه قطعناها بالطريقه اللي انتوا عايزينها براحتكم خالص، نزلت معانا في المايه المغليه طلعت بالشكل ده اهو، يعني تقريبا لو دوستوا عليها بصوابعكم هتلاقوها ناشفه شويه لكنها استوت حاجه بسيطه جدا، نزلت في الزيت خدت تحميره بسيطه مش نص سوا ولا ربع سوا ولا الكلام ده كله خالص، يا دوب الزيت برد شويه من البطاطس، رجع تاني سخن، طلعنا البطاطس بتاعتنا منين؟ من الزيت، سيبناها تتفرد على صينيه او اي حاجه تبرد، وبعد كده بنغلفها في شويه اكياس صغيره وندخلها معانا على الفريزر تتجمد. دي اللي في الزيت اللي احنا بنسويها هي قدامكم، دي اللي احنا عملنا فيها كده، احنا طلعناها من الفريزر نزلناها في الزيت على طول وهنشوفها مع بعض دلوقتي على طول بعد ما تستوي. على ما البطاطس تستوي هقول لكم على تتبيله حلوه جدا وخلطه حلوه قوي تحتفظوا بيها في البيت عشان تتبلوا بيها البطاطس المقليه، حلوه قوي وتغنيكم عن اي حاجه ثانيه ممكن تجيبوها. طيب التتبيله بتاعت البطاطس بتاعتنا توم باودر وبصل باودر وكاري، معلقه كبيره توم باودر، معلقه كبيره بصل باودر، معلقه كبيره كاري، معلقه صغيره بابريكا، معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود. دي تتبيله هايله جدا جدا للبطاطس بتاعتنا. هجيب هنا معلقه ونبدا ان احنا نجهزها، معلقه صغيره بابريكا اهي، معلقه كبيره توم باودر، ومعلقه كبيره كمان بصل باودر، ومعلقه كبيره كاري، وهاخد معلقه كبيره ملح، ومعلقه صغيره فلفل اسود. دي التتبيله بتاعت البطاطس بتاعتنا اهي، تترش على البطاطس ولا تكلفوا نفسكم ولا اي حاجه من ده كله ولا تجيبوا من بره اي حاجه نهائي. كده عندنا تتبيلتين، واحده للسمك وواحده كمان للبطاطس، تحتفظوا بيهم في البرطمانات عندكم في البيوت وكده تبقى المواضيع عظمه على عظمه. احلى تتبيله البطاطس ممكن تشوفوها اهي، ممتازة جدا جدا. اللعب في التوابل هو المقادير بتتحط ايه على ايه، دي اكتر نقطة مهمة، وكمياتها. بص البطاطس اهي ممتازة جدا وعظمة على عظمة، جربوا البطاطس دي في البيت عندكم وادعوا لي دعوتين كده، تمام. انا هشيل كل الحاجات دي من هنا علشان ابدا اقدم الحاجات اللي عندنا اهو، هاخد السمك الفيليه بتاعنا هنا كده اهو، وهاخد السمك ده كمان جنبه، عظم على عظم، وشويه مايونيز يتقدموا معايا مايونيز بالثوم يبقى زي الفل و10 على 10، او لو انتوا حابين انكم تطلعوه مع حب الطحينه برده شغال وزي الفل، تمام كده. انا خلاص البطاطس معايا استوت وبقت زي الفل هي كمان، هبدا اطلعها واحطها مع السمك، سامعين صوتها اهي، حلوه قوي. ادي البطاطس بتاعتنا اهي مع شريحتين ثلاثه ليمون، تبقى المواضيع عظمه على عظمه. ندي بقى رشه التوابل بتاعتنا اهي من فوق وكده زي الفل اهو. انا كده خلصت الحلقه وعايز اقول لكم ان السمك حرفيا تحفه. هاخد واحده من دول كده احطها هنا وادوقها، وانا بدوقها اقول لكم باي باي واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، وخليكم فاكرين الفطاطري مش مجرد وصفه. باي باي. We'll be right back.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.